خلال افتتاحه مشروعات تنموية بالإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية. مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر الانتهاء من مناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في جلسات الحوار الفعلي الأسبوع المقبل. السيادة السوداني وأحزاب سياسية يدشنان مرحلة انتقالية وسط ترحيب مصري ومطالب أمريكية بتشكيل حكومة جديدة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرتنا إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد، محور فؤاد أبو الذكري بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات. الدولة مش سايبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه، على الدكتور مصطفى بيقول لي. بس الفكرة أنت يمكن بتمس قطاع بنفسك، يعني مثلا يقول لك ايه، انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400 ألف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا، لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على تشكى وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعه. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله لن تسمح بالتعدي على الاراضي الزراعيه، متحدثا عن تاثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديده. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من الممكن إنشاء محور المحمودية منذ أكثر من عام ونصف العام إذا لم يكن هناك مخالفات. محور المحمودية اللي بيتكلم فيه، لو المحور ده، المحور بتاع المحمودية ده ما كانش عليه أكتر من ألف وحدة، 2000 وحدة، مش كده؟ اللي هو هشام أمنة موجود، مش كده؟ كم انت كنت محافظ البحيره، مش كده؟ كم على ارض مخالفه، ارض دوله، اي فهم، ودفعنا 700 مليون جنيه؟ تمام يا فهم، مش كده؟ ايوه فهم. يعني ما يخرج من 700 مليون جنيه تعويض ايه؟ اجتماعي. قلنا عليه تعويض ايه؟ اجتماعي. اجتماعي يعني ايه؟ يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه، لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها، فكان اللي هو هشام كان موجود محافظ ساعتها، قال احنا محتاجين 700 800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص، حوالي 60 70 كيلو تقريبا، مش كده؟ ايوه فندم. مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده. اتفضل استريح. اوامر. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه، لو ما كانش الكلام ده موجود، المخالفات دي، كان زمان المحور ده بسهولة اتعمل من سنة ونص فاتوا أو سنتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجي أتولى المسؤولية كانت بتخدم
تشتغل يعني متخطط على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنمية ولا حركة. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنمية ولا حركة. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس أنا هتوقف هنا عند حاجة. وهتستغربوا قوي من الكلمة دي، بس تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق. مش كده يا كامل؟ أيوة فندم. تخيلوا يا سادة يا مصريين إن إحنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي أرض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة أو في المصرف. لو أنا مش كده يا دكتور مصطفى، أو مخلفات يعني، يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده هو اللي أعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر أرض دولة. من ناحية أخرى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وأهالينا، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية. أنا بس ليا توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأسمرات وأهالينا وكده، المحافظين اللي عندهم الأراضي دي المساكن دي يا دكتور مصطفى، أنتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانة وعشان كده، وأنا بقول لكم عشان ما حدش يعني يبقى، وبسمى حتى مواطنين اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو إيجار قد الرقم ده 5-6 مرات. أنا بقول كلام لا صحيح يعني. أنا عايز أقول لكم، أنا بقول كده ليه؟ أنتوا المحافظة اللي في نطاقها مساكن بالطريقة دي، من فضلكم دكتور مصطفى لازم نعمل صندوق لصيانة هذه المباني، والمباني الفلوس دي محدش يقرب لها، يعني ليها مصارف محددة يعني. فهي عشان إيه؟ النهاردة العمارة شكلها كده وكويسة، طب بعد 2-3-4 الأسانسير اللي فيها احتاج حاجة، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده. وبالتالي لازم يكون للمناطق ديت، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون ليها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التضامن، المحافظة، وزارة الداخلية، القوات المسلحة، الجامعات الأهلية، من فضلكم احنا عملنا خطوة، لكن في خطوات تانية. خطوات تانية ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات. We'll be right back.
هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تم افتتاح تطوير محطة مصر وتطوير نظم الإشارات وافتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري. كما شهد الرئيس السيسي افتتاح كوبري الدوران للخلف بالعمرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للدكتور عبد السلام سالم الاستشاري المشرف على تنفيذ محور فؤاد أبو ذكري. جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عبد السلام سالم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. بعثت السيدة انتصار السيسي تحية تقدير إلى كل أيادي الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل. وفي رسالة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت السيدة انتصار السيسي لأيادي الخير بمصر في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، لافتة إلى أنهم أمل مصر ومستقبلها. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعه القادم الأسبوع المقبل لحسم اختيار الأسماء التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار الوطني. وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي أن اجتماع مجلس الأمناء السادس عشر تركزت مناقشاته في بحث الأسماء المطروحة التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار. انتقلنا من مرحلة ترتيب الموضوعات والملفات والقضايا التي تندرج تحت المحاور الثلاثة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، إلى مرحلة اختيار الأسماء والشخصيات العامة والخبراء الذين سيشاركون في النقاش داخل الجلسات الرئيسية عندما ينطلق الحوار الوطني بشكل رئيسي خلال فترة قريبة إن شاء الله. يعني اتسمت الجلسة دي بحيوية كبيرة جدا بدراسة الأسماء المقدمة من مختلف القوى السياسية. يعني عندك الأحزاب قدمت أسماء، القوى السياسية قدمت مختلف يعني منظمات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، شخصيات عامة. كان هناك اتفاق على وضع معايير وآليات لطريقة الاختيار تمثلت في الخبرات، التخصص، المهنة، الجمع ما بين في بعض الأحيان ما بين الخبرة والممارسة السياسية، وأيضا حسن السير والسمعة، ويعني تتلاحق وتتوالى جلسات المجلس الأمناء لحين الانتهاء من كافة الأسماء المرشحة أو التي يتم اختيارها للمشاركة في النقاش الجلسات الرئيسية داخل الحوار الوطني. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5 والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية. ويستمر المشروع لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5 والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا
قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدا حرص مقاتلي المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 803 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط أكثر من 84 طناً. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 908 قضايا من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهما. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب. وقد أسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قاضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهماً. ونجح جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال تلك الفترة في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانجو وضبط قرابة طنين من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أكثر من 390 كيلوغرام من مخدر الآيس. ومع تواصل الضربات الأمنية لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة تم ضبط أكثر من 307 كيلوغرامات من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الاستروكس تزن قرابة 163 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 مليون و414 ألف
و244 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 2 كيلوغرام من ذات المخدر. كما تمكنت من ضبط 120,740 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 38,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,027,000,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمالي 147,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة. رحبت مصر بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية. كما دعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه. هذا وتعهد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالعمل على إنفاذ الاتفاق السياسي الإطاري من أجل الوصول إلى حكومة وسلطة مدنية وإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد وعودة الجيش إلى الثكنات. وطلب البرهان القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق بالانضمام إلى الاتفاق، مؤكدا أنه سينهي حالة الصراع بين قوى المدنية وقوى العسكرية حتى تطلع بالتزاماتها الدستورية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو إن الاتفاق الإطاري يؤسس لفترة انتقالية يتجنب الجميع فيها أخطاء الماضي والممارسات السياسية الخاطئة. كان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وقع وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية اتفاقا سياسيا إطاريا بحضور الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. وينص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، إلى جانب اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد. We'll be right back.
رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الذي جرى توقيعه في السودان، داعين جميع الأطراف إلى بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية. من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرستث أن تشكيل الحكومة ضروري لاستئناف الدعم الدولي، معربا عن أمله في أن يمهد الاتفاق الإطاري لتشكيل سريع للحكومة. وفي كلمة له عقب توقيع الاتفاق الإطاري، دعا المبعوث الأممي الأطراف السودانية الأخرى إلى الانضمام إلى العملية السياسية، مشيرا إلى أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد أسهمت في التوصل إلى الاتفاق. إلى العراق، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بمقر الحكم العراقي، وذلك ضمن مراسم استقبال الجانب العراقي لرؤساء الوفود المشاركة بمنتدى الحضارات العريقة في نسخته السادسة والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر الجاري. وعلى هامش الملتقى عقدت وزيرة الثقافة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية لبحث سبل التعاون المشترك وأهمية تدعيم أوجه التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين البلدين. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. برلين تبدي استعدادها للتوصل إلى ترتيبات للحفاظ على أمن أوكرانيا وتحذر من إثارة حرب باردة جديدة. قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة جسر القرم، وذلك في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي متواجد على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، والذي تضرر في أكتوبر الماضي جراء انفجار نسبته السلطات الروسية إلى القوات الأوكرانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف شمال الأطلنطي يشكل تهديدا لروسيا، مضيفا أن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة. وعبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه بدون محادثات مباشرة بين البلدين فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استعداد بلاده للتوصل إلى ترتيبات للحفاظ على الأمن في أوكرانيا كجزء من تسوية محتملة للسلام. وحذر المستشار الألماني من إثارة ما وصفها بحرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا المستشار الألماني إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة، كما شدد على أن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المفتوحة وتفادي ما وصفه بإغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة سو-25 أوكرانية
وأخرى من طراز ميج 29 إضافة إلى مروحيتين من طراز مي 8 في دونسك. وذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي، كما واصلت قواتها تنفيذ عمليات هجومية ناجحة على محور دونيتسك، وتم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودباباتين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي. في المقابل قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي شن هجمات صاروخية جديدة على مناطق في أوكرانيا. هذا وأعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على المدينة، وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف وغيرها من المناطق الأوكرانية. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن فرض الغرب حدا أقصى لأسعار نفطها سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولكنه لن يؤثر على قدراتها على مواصلة عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال بيسكوف إن روسيا تعد ردها على القرار الذي اتخذته مجموعة السبع وحلفاؤها بهدف تقليص عائدات موسكو من الطاقة وتقليص قدرتها على خوض الحرب، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية بشكل كامل. أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار أن بلاده ستعطي الأولوية لاحتياجاتها من الطاقة وستواصل شراء النفط من روسيا. وقال جاي شانكار خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته الألمانية في نيودلهي، قال إنه يرفض أن يكون لأوروبا موقف لتحديد أولويات احتياجاتها من الطاقة، ويتوقع من الهند أن تفعل شيئا آخر، مشيرا إلى أن هناك كمية محدودة من موارد الطاقة المتاحة في العالم وهناك حالة صراع. أعلنت روسيا أنه لم تحدث أي تحولات كبيرة في تنفيذ الجزء المتعلق بترويج المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضمن صفقة الحبوب. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن صفقة الحبوب تتضمن تصدير الحبوب الأوكرانية وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الأمر. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن الدول الغربية تواصل عدم الوفاء بوعودها فيما يتعلق بوصول الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد لصحة البلاد واقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية. وشددت أردرن على أن الوقت مناسب الآن لتقييم القرارات الصحيحة التي اتخذتها الحكومة في مكافحة جائحة كورونا، وكيف يمكن الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل. أعربت منظمة الصحة العالمية عن تقديرها لتركيز السلطات الصينية على المهمة الرئيسية للسيطرة على فيروس كورونا المتمثلة في الحصول على التطعيم الكامل للفئات الأكثر ضعفا. وفي سياق متصل نظم نحو 200 شخص احتجاجا بالقرب من البيت الأبيض لإظهار الدعم لمظاهرات تشهدها الصين تطالب بإنهاء الضوابط الصارمة التي فرضتها السلطات لمكافحة الفيروس. ما
بعد نحو أسبوع على تظاهرات غير مسبوقة، بدأت عدة مدن صينية في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة. ففي العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومين الأخيرين، وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجددا دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص PCR سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة. كما تم اعتماد التدبير نفسه في شنغهاي، حيث رفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية. وكان إغلاق صارم قد فرض في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لأكثر من شهرين في الربيع، عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد في إجراء لم يحظى بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد. إذن هي تطورات جديدة لسياسة الصين في التعامل مع الجائحة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي بسبب القيود المشددة التي تم فرضها لفترة طويلة. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية في أحدث تدريب بالقرب من حدودهما المشتركة. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف. عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في حضور وكيلي المجلس والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والمستشار محمود عثمان الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية. وفي بداية الاجتماع ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة في الاجتماع الأول لها في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول. ويأتي هذا الاجتماع بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس والاطلاع على أجندة عمل اللجان وما تم إنجازه في الفترة الماضية. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. الجلسة العامة شهدت كذلك الموافقة نهائيا على ثلاثة مشاريع قوانين تخص البحث عن البترول واستغلاله. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وشهدت الجلسة الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2005 على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. كما تمت الموافقة نهائيا على ثلاثة مشاريع قوانين تخص البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شرق بير النص وجنوب رأس قطارة ببرج العرب في الصحراء الغربية. بالنسبة للاتفاقات الثلاثة سيادة الرئيس، هي في منتهى الأهمية خاصة في ظل هذه الظروف. الاتفاقات الثلاثة من أهمها تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد، ودي حاجة مهمة جدا تقليل الضغط على النقد الأجنبي اللي فيه أزمة في العالم كله بعد الحرب الروسية الأوكرانية. عايز أقول إن الاستراتيجية اللي بتتهيجها وزارة البترول خلال السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة جدا في موضوع التنقيب عن البترول، سواء باكتشافات جديدة أو بالتنمية الحقول اللي تم اكتشافها من قبل لزيادة الطاقة وزيادة قدرتها على الإنتاج.
كما أحال المجلس خلال الجلسة مشروع تعديل قانون مقدم من الحكومة بشأن محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بميناء دمياط، ومشروع قانون مقدم من عدد من الأعضاء بتعديل أحكام قانون مكافحة المخدرات، وذلك إلى اللجان المشتركة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. وخلال الجلسة تمت إحالة 17 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد النواب أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يستهدف السيطرة على السوق، في حين أشاد نواب آخرون بالاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها والخاصة بقطاع البترول. انتهينا من كافة المواد الحمد لله، شددنا بعض العقوبات لبعض الممارسات الاحتكارية في السوق، سواء سوق تجاري أو سوق صناعي أو سوق أو حاجة اقتصادية. والحقيقة هذا القانون مهم جدا جدا للسيطرة على السوق، لأن دايما المتغيرات الاقتصادية تتطلب منا دايما تعديل التشريعات لمواجهة أي قصور موجود في الاقتصاد أو في الصناعة أو في التجارة. بتيجي أهمية الاتفاقيات الثلاثة اللي وافق عليهم المجلس اليوم في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة والبترول خاصة، وشايفين بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه. طبعا الدولة المصرية قامت بمجهود من سنة 2018 بعد الحصول على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقدامنا تحدي تاني لأن احنا تقريبا بنستورد 50% من استهلاكنا من الزيت، وده ياخدنا ان احنا الاتفاقيات اليوم قدامنا تحدي تاني ان احنا زيادة استكشاف ابار جديدة وتطوير الابار الحالية علشان نقدر نرفع انتاجنا من الزيت الخام. خلال الفترة الاخيرة مصر شهدت طفرة كبيرة جدا فيما يخص قطاع البترول، يكفي ان احنا دلوقتي اصبح عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، شيء محترم جدا بالنسبة لنا، كانت خطوة قوية وكبيرة وشديدة التأثير لو اقدر ان انا اقول. كمان اعتقد ان مصر في الفترة الحالية بتبحث ان هي كمان يكون عندها اكتفاء ذاتي من الطاقة من البترول، طبعا هيكون بالنسبة لنا نقلة قوية جدا، قوية على المستوى المحلي انك يكون عندك اكتفاء في السوق المحلي الخاص بك، وكمان هيكون عندك طاقة ان انت تصدري هذا للخارج. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة الاهتمام الكبير بذوي الهمم وتحقيق جميع مطالبهم. وخلال الاحتفال الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب العريش، أكد المحافظ تقديم كافة الخدمات لذوي الهمم، ومن بينها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمركز شباب العريش من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لهم وبجودة عالية. كما استعرض المحافظ ومرافقوه الفقرات الفنية والاستعراضية والتراثية ومباريات للكرة الطائرة، جلوس وألعاب القوى لذوي الهمم. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس قافلة طبية بقرية شندورة بالقطاع الريفي بحي الجناين بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة قناة السويس. وقال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس عادل طاهر إن القافلة أجرت الكشف على 618 مريضا في تخصصات مختلفة، ووجه المستفيدون من القافلة الشكر للرئيس السيسي على المبادرة. هذا وتضمنت القافلة أيضا خدمة بيطرية وعلاجية بالقرية، وتم صرف العلاج بالمجان.
وصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة في قرية الكبانية بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد المرضى والمترددين على القافلة 1652 مواطنا، وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي وحالات أخرى لإجراء جراحات مختلفة. احنا هنا في الصيدلية عندنا 130 صنف بيغطي كل الاحتياجات بتاعت المريض، وبنقدمه هنا بالمجان. ولو في حد محتاج دواء خارجي او محتاج علاج خارجي بنعمل له تحويل في المستشفيات، وكل المرضى هنا مبسوطين بتقديم الخدمة العلاجية ليهم بالمجان. نشكر على كل من قام بإحضار القافلة الطبية من حياة وحياة كريمة لبلدنا الحبيبة الكوبانية، ونشكر سيادة الرئيس السيسي على المجهودات وحب الناس ليه وخدمة الناس ومصالح الناس. تتواصل فعاليات مبادرة أنت الحياة بالأخضر والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية المعصرة في مركز ملوي بمحافظة المنيا. تهدف المبادرة إلى تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة وضع فكرة وبنية الإنسان على فكر وبنية الإنسان على رأس أولويات الأجهزة والمؤسسات. واستمرت الفعاليات التوعوية المتكاملة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بكافة أنواعها الاجتماعية والثقافية والبيئية، كما استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تقديم خدماته التوعوية لجميع الفئات والأعمار. بنشتغل على أنشطة أنت البطل واختر حياتك، وكمان بنشتغل فيها مبادرات وألعاب زي السلم والدخان، بنقدم لهم قصص أنت البطل، وبنقدم لهم كمان كراسات رسم وتلوين وألوان، وبنرسم لهم على الوشوش. وكل يوم عندنا فعالية لمدة 5 أيام، عندنا فعالية وأنشطة مختلفة عن اليوم اللي قبله. وجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر لكل المتطوعين داخل المؤسسة وخارجها بمناسبة يوم التطوع العالمي. وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المتطوعين على مستوى الجمهورية يعملون ليل نهار تحت مظلة حياة كريمة لكي يصنعوا فارقا حقيقيا وملموسا في بلدهم، وهم العمود الأساسي للمؤسسة والأبطال الحقيقيون ووقود العمل العام. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا سحر، شكرا يوسف. مشاهدينا الكرام تتابعونا معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم من جديد. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 41.3% لتبلغ 2.44 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأوضحت بيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 11.6%، حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر. ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلح وأهمها الغازو الطبيعي المسال بنسبة 671.7%. في المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%. أعلنت وزارة البترول أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها قد تحقق خلال السنوات الثمانية الأخيرة وحدها، ليصل عدد الوحدات المستفيدة بالغاز لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية.
وخلال لقاء أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة، لفت الوزير إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاغاز سنوياً. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر حتى 1 من ديسمبر بلغ 960 ألف طن بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار. في سوق المال تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14,327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 2,653 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و53 قرشا للشراء و24 جنيها و60 قرشا للبيع. أما اليورو فقد سجل 25 جنيها و97 قرشا للشراء و26 جنيها و6 من المئة قرشا للبيع. والجنيه الاسترليني وصل إلى 30 جنيها و17 قرشا للشراء و30 جنيها و27 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و70 قرشا للبيع. وأما الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1799 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 1586 جنيها، أما عيار 21 فقد سجل 1850 جنيها، عيار 24 سجل نحو 2114 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14800 جنيها. أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج التعاملات على انخفاض، وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا، وتراجع المؤشر السعودي 2.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021. كما هبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر دبي 0.8% ليواصل مكاسبه، وذلك للجلسة الثانية. فيما هبط المؤشر القطري 0.8% مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3%. أخبار الاقتصاد، عود من جديد إلى صحر ويوسف. شكرا لك محمد عبد الله. نظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر حملة نظافة لشاطئ المدينة الشبابية بالغردقة، وذلك بمشاركة 100 شاب من شباب المبادرة الرئاسية للقيادات الشبابية. وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بهدف دعم مشاركة الشباب في العمل التطوعي، خاصة بعد النجاح الذي حققته مصر في احتضان قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.
النهارده بمناسبه اليوم العالمي للتطوع حبينا ان احنا نشارك الشباب دول في فعاليتين، واحده كانت عباره عن التعريف بمقومات البحر الاحمر الطبيعيه ورؤيه البحر الاحمر لما بعد كوب 27، بما ان احنا كلينا نصيب الاسد في قمه غير مناخ كوب 27 من ناحيه الطاقه الجديده والمتجدده، من ناحيه المشاريع اللي جايه من اجل الشعاب المرجانيه ومشاريع الطاقه سواء طاقه الرياح او الطاقه الشمسيه. فاحنا النهارده حبينا نبرز الدور دوت قدام شبابنا من شتى محافظات جمهورية مصر العربية. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى محمد عبد الله. شكرا يوسف وشكرا زحر. أخبار رياضة تتابعونا معي. تأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الياباني بضربات الترجيح بوقع 3-1 في دور 16 من المونديال. كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح كرواتيا لتضرب موعدا مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية. ويلتقي المنتخب البرازيلي الآن مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في الدور الثمن النهائي من كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم البرازيل بأربعة أهداف مقابل لا شيء. هذا وتتواصل غدا مواجهات دور 16 من كأس العالم 2022، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني، بينما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره السويسري. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصبح لاعبا مع نادي النصر السعودي بداية من الأول من يناير المقبل. وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن العقد بين رونالدو والنصر سيستمر لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد. كان كريستيانو رونالدو قد أنهى علاقته بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل يومين من بدء مشاركته في كأس العالم 2022. الأخبار الرياضة، عود من جديد إلى يوسف وصحر. شكرا لك محمد. يواصل بركان ماونا لوا وهو أكبر بركان نشط في العالم ثورانه بجزيرة هاواي الأمريكية. وقد قذف البركان الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة. وسبق أن ثار البركان 33 مرة منذ العام 1843، وكان آخر مرة قد ثار فيها في العام 1984، واستمر ثورانه 22 يوما. والآن إلى آخر أخبار الطقس. محمد عبد الله. شكرا صحر يوسف. ونتابع مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى.
ونبدأ من القاهرة فالعظمى 22 والصغرى 15، الإسكندرية 22 14، مطروح 21 14، بورسعيد 22 15، والإسماعيلية 23 و12، وسويس 23 15، العريش 21 14، طابة 23 14، وشرم الشيخ 25 18، والغردقة 24 و17. أما الأقصر 25 14، أسوان 25 13، الوادي الجديد 24 14، وشلاتين 28 20، وحلايب 24 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة لهذا اليوم. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. خلال افتتاح مشروعات تنموية بالإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية. مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر الانتهاء من مناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في جلسات الحوار الفعلي ويقرر حسمها الأسبوع المقبل.
مجلس السيادة السوداني وأحزاب سياسية تدشن مرحلة انتقالية وسط ترحيب مصري ومطالب أمريكية بتشكيل حكومة جديدة. إلى هنا انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معنا ومعكم ويوسف الحسين. أهلا بك. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا يوسف؟ يوسف صحر، أشكركم جدا 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 جدا، وكل الشكر لكل صناع التاسعة بالتأكيد. واستأذنكم بقى، هنبدأ فقراتنا توكلنا على الله.